بس حابب اهني طبعا محمد صلاح، بالرغم ان ليفربول ما حصلش على لقب الدوري، لكن حابب اهني محمد صلاح طبعا ان لحد دلوقتي هالاند اللي هو هداف الدوري لم يكسر الرقم القياسي بتاع محمد صلاح. محمد صلاح كان مسجل 32 هدف بدون ضرب الجزاء، هالاند كان محقق اسجل في حدود 22 25 هدف بضربات جزاء، فده كان ما قدرش ان هو يكسر الانجاز ده. يحسب لمحمد صلاح ان هو سجل اكبر عدد اهداف بدون ضربات جزاء، ودي بتتحسب في الدوري الانجليزي بيبقى ليها اهتمام خاص. لكن طبعا يعني كل التوفيق لمحمد صلاح، واتمنى ان محمد صلاح يبدا يشوف وجهه تانية غير ليفربول، لان ليفربول الفتره اللي فاتت كان بيعاني بصوره كبيره في الدوري وعلى الصعيد طبعا دوري ابطال اوروبا. لكن يعني نتمنى محمد صلاح يشوف بقى وجهه جديده زي بعض النجوم الكبار. انا اول مره حد يبقى مع الراي ان محمد صلاح يسيب ليفربول. اداره ليفربول شويه ليها تفكير غريب، يعني احنا كلنا شفنا اداره ليفربول الصفقات ما كانتش على المستوى. يعني تقدر تقولي حضرتك ان محمد صلاح كان بيلعب لوحده يعني في ليفربول، ما فيش وهو تحمل النتيجه اصلا بتاع تدني المستوى، وده بان في التصريح الاخير بتاعه. وكلوب لما رد عليه وقال راي محمد صلاح، وكان الراي يعني الكلام ما كانش عاجب يورجن كلوب، لكن انا شايف ان محمد صلاح قدامه برضو كتير. محمد صلاح مسيرته ما انتهتش مع ليفربول، انا شايف ان هو لو راح احد الدوريات الكبرى وخاصه ان هو بيمتلك عروض ضخمه يروح ويجرب ويبدا تجربه جديده هتضيف ليه في دوري جديد. ده اتمنى ان يتعمل الفتره الجايه، لان ليفربول هي وصلت للمجد وهي حاسه ان هي بدات مستواها يبدا ينزل، فاتمنى ان محمد صلاح يبدا بقى يفكر في اي عرض في احد الانديه ممكن الكبرى. ممكن يبقى الدوري السعودي مثلا؟ هو ما بص اقول لحضرتك ولا لسه تو ايرلي، يعني لسه الخطوه دي لما يبقى فوق 35؟ تمام، هو المعلومات اللي عندي هو فعلا في متلقي عروض من الهلال السعودي، لكن مع ميسي بقى، مع ميسي، لكن محمد صلاح طبعا اكيد مش هيفكر في حاجه زي كده. محمد صلاح عنده حلم ان عايز يلعب في الانديه الكبرى زي ريال مدريد، برشلونه طبعا، مع احترامي للدوري السعودي اللي محقق نتائج كويسه جدا. احنا بنتكلم لغه الارقام يعني، لكن هو الدوري السعودي كريم بنزيما غالبا هيخلص في اتحاد جده السعودي، وهياخد، وفي برضه دي ماريا، يعني معقولة احنا احنا بنتكلم بجد؟ انت عندك الدوري السعودي دلوقتي واخد من افضل 5 دوريات في العالم، دوري روشن من افضل 5 دوريات في العالم. انت عندك كريستيانو رونالدو، ناس صراحه في الدوري السعودي بيفكروا ازاي يقدروا يخلوا الدوري السعودي يطوروا من الكره عندهم، وكل ده ظهر وبان من فتره كبيره لما في بطوله كاس العالم، ودي بناء على رؤيه معموله يشيروا عليها الرياضه السعوديه الفتره الجايه لغايه 2030، هم عاملين خطه لغايه 2030 يعني لتطوير الرياضه. عامة هيبان، بس يعني انا عايزه اليوم يجي اللي احنا بنشوف كل الاسماء الكبيره في عالم كره القدم رايحه في الدوري السعودي، يعني مش عارفه ازاي النقله دي هتبقى، مش عارفه اتخيلها حتى يعني. هي ما حدش متخيل فعلا النقله دي لما يكون عندك كريستيانو. وعايز اقول لحضرتك ان كريستيانو رونالدو في الفتره اللي فاتت بدا ان هو يتاقلم مع طبيعه الشعب السعودي، يعني كلنا شفناه بقى بيعمل زيهم في كل حاجه، بيسجد في اخر لقاء، اولاده كلهم بيتكلموا اللغه العربيه دلوقتي وبيدري لغه عربيه، الجلابيات اللي بتلبس، المشروب السعودي، القهوه العربي خلاص، يعني تحس ان بقى كريستيانو قلب سعودي شويه.